صباح الخير متابعيني، يسعد صباحكم يا رب. أنا الآن في إقامة دبي، رح أسوي لكم تور في هذا المكان الجميل وأراويكم الأشياء اللي مسويها والأبديت. صراحة المكان يرد الروح. نبلش بداية، طبعا هذا الدخول مال إقامة دبي، رح تشرح لنا الجميلة الأخت فاطمة. يلا يا فاطمة. طبعا نسوي لهم كيفية السعادة، أوكي، نسعد الموظفين، نغير لهم الأجواء، الأكلات الصحية، الأشياء اللي هم طالبينها منا. أوكي. طبعاً بيئة العمل مثل ما تشوفين أنتي، المكاتب كلها مثلها على بعض. كلها أونلاين. كلها أونلاين، إنه ما رحنا الأوراق ما نستخدمها. أوكي. نواكب التوجهات الحكومية. حلو. الحكومة بلا أوراق. نعم. فمثل ما تشوفين منا، نقدر في هالمكان نحن نسوي لهم الإيفنتات والفعاليات. عند الموظف يقدر يمارس الرياضة، عند المشي. حلو. ويبتدي من هني. منه. ويأخذ رام كامل حول الإدارة. طبعاً هذا كله للموظفين صح؟ هذا كله للموظفين. وأكل صحي. كل صحي، كل شيء صحي، مداريهم يستاهلون. طيب بعد وين نروح؟ عندنا مكان مسوينه حق العطف الذهني، الموظف اذا ما يبى يجلس على مكتبه ياخذ مرتبه او اغراضه ويجلس المكان الثاني. نعم. انه يشتغل. طيب خلونا نروح لمكان الاسترخاء مثل ما وصفتها فاطمه، مثل راحه شويه حق الموظف من الاسترس. إيه او شيء يقول لك انا بقى اجلس شويه، يريح. جاب الشلال. حلو، جاب الشلال، حبيت. وراحه اكيد اكيد يحتاج الإنسان، أو يقعد على المرجوحة. حلو، إحنا نسميها مرجوحة وأنتو مرحانة. حلو حلو، فرق. أجرب. يلا يلا. يعني بداخل إقامة دبي باعوا يا بنات شنو شفت؟ شفت دكان صغير مليان عطور وبخور وفتشي يفتح النفس. خد فاطمة حكينا. دكان بهجة، نحن هني في هالمكان صغير ندعم المشاريع الوطنية. أوكي. والجهات المشاركة بطاقة السعادة. حلو. من خلال أن نحن نجيبهم كل أسبوع ونخليهم لمدة أسبوع يعرضون منتجاتهم بأسعار مناسبة حق الموظفين. حلو. ويعطونا خصومات. طبعا كار من الجهات التجارية المعروفة، المعروفة عندنا بطاقة السعادة، واللي دوم يساعدونا ويساهمون معنا اليوم عارضين هالعطورات مع خصم 30%. يعني انتو تجيبون السعادة لموظفيكم بشتى الطرق. بالضبط. والخصم اللي يعطونا هني ما يعطون حق اي جهة او خارجية. الله، حبيت، كلش حبيت الالوان، حبيت العطور والبخور. يعني فعلا واحد تنفتح نفسه من يفوت هنا. الله يحفظكم يا رب. حبيب. طيب نكمل لكم. هني طبعا هذا الممر الرياضي، هذا الممر. اي بالضبط. حلو، عشان يسوون الرياضه شويه كنوع من النشاط. حلو حلو حلو. يعني شوفي، حبيت المكان انه انتم تحفزون موظفيكم، حاطين لهم اشياء كل وسائل الراحه في سبيل يمارسون عملهم. يعني احلى احلى ما شفته بالدوائر الحكوميه بالامارات، ما شاء الله عليكم. الله يحفظ هذا البلد ويحفظ حكامه وشعبه، وان شاء الله صحه وعافيه يا رب، وامن وامان لبلدنا. طيب يلا يا فطوم نكمل. القسم الثاني. اوكي تعالوا يا متابعيني الحلوين، خلي اراويكم كمل التور مالتنا. طبعا نحن هنا كله اونلاين مثل ما ذكرنا في البدايه، يمكن حتى في بعض الموظفين في الكوفي مثل ما راويتك. بالضبط شفته. اي الموظفين هناك يشتغلون عندنا. اها. عندنا الاقامات الذهبيه تكون هنا، هذه الاقامات الذهبيه نسوينا حق الموظفين اللي يتريقون اجتماعات. بس ما شاء الله كلش كبيره. اي نعم، كبيرة وايد. او هذه شنو هنا؟ كافيه. بس هذا الكافيه. نعم. اوكي، هذا خاص باقامه دبي. هذا فقط للموظفين مو؟ اوكي حلو. طيب فاطمه مثل ما ذكرنا صارت قدامي السعاده. نعم. اوكي، انا مصره اسمع منك عن موضوع بطاقه السعاده او هويه السعاده، ايش تسموها؟ هي بطاقه السعاده، بطاقه خدمة نحن نصرفها للموظفين وافراد اسرتهم من الدرجه الاولى. اوكي. مميزات هاي البطاقه انها تعطي خصومات حق حامليها. حلو. في مختلف القطاعات، هم اكثر من 13 قطاع. نعم. يقدرون يستفيدون منها سواء في المدارس، السياحه والسفر، مراكز التجميل، المطاعم. اوكي. شتى القطاعات المختلفه. ممتاز، كل زين. هذه فقط للموظفين؟ للموظفين، ونحن عندنا بطاقه التجميل، المطاعم. اوكي. شتى القطاعات المختلفة. ممتاز، كل زين. هذه فقط للموظفين؟ للموظفين، ونحن عندنا بطاقة